هل يمكن للإعلام أن يقول مثلا أنه لا يوجد الآن قمع أمني؟ هل يستطيع الإعلام أن يقول مثلا أن هناك قنوات غير مغلقة رغم أن الدستور الجديد الذي وافق عليه الناس بأغلبية تصل أو تتجاوز 98% فيه مادة تقول بوضوح أن إغلاق وسائل الإعلام محظور؟ هل يستطيع الإعلام كل غير الحق غير ذلك؟ لا يستطيع. المشكلة ليست هكذا بالضبط. المشكلة أن بعض الممارسات الإعلامية في داخل مصر تعطي للأشياء التي ينبغي أن تكون مستهجنة تعطيها ثوبا ورديا، يعني تجعلها عند المشاهد أو عند المتلقي شيئا حسنا. بمعنى مثلا هناك العديد من القائمة طويلة من الأمراض المترتبة على المؤسسات الإعلامية القائمة. هل هناك استقطاب موجود في المجتمع؟ نعم هناك استقطاب مكتوب في المجتمع. ماذا يفعل الإعلام في هذا الاستقطاب؟ هل يضيف إليه؟ بمعنى هل يعمق هذا الاستقطاب أم يحاول أن يتعامل معه؟ الواقع أن الإعلام يعمق هذا الاستقطاب، هذه الحقيقة. أيضا هذا ليس تحميلا للإعلام، يعني أنا لا أريد أن أحمل الإعلام مسؤولية. نحن قلت في البداية أن هناك مشكلة حقيقية هي أنه لا توجد أحزاب سياسية حقيقية وبالتالي الإعلام يلعب سياسة. لكن لو قلنا أن الممارسات الإعلامية الموجودة حاليا على الطرفين، بالمناسبة لابد أن نقرر أن عندما نتحدث عندما نقول كلمة الإعلام فنحن نقصد بها الإعلام بنوعيه تقليدي وجديد والإعلام أيضا المحسوب على كل الاتجاهات السياسية. كل الإعلام للأسف انجرف إلى خانة تعميق الاستقطاب. كل الإعلام للأسف يخفي ما يريد من معلومات ويعظم ما يريد من معلومات حتى لو كانت غير صحيحة. كل الإعلام للأسف ينحاز انحيازا مطلق لأطراف دون أطراف أخرى. الكيل بمكيالين أحد الظواهر الواضحة للغاية في الإعلام كله مرة أخرى. يعني أنا لماذا ألح على إيضاح أنا أتحدث عن الإعلام على الجانبين؟ لأنني أذكر في الفترة التي حكم فيها الإخوان المسلمون كان الإعلام يواجه حرب شرسة من الإخوان المسلمين. كان القول المرفوع دائما أن الإعلام يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. بس هل كان الإعلام ناسي الذين كانوا يقولون ذلك؟ نعم. أن كلمة الإعلام تنطبق على الجميع بما فيه إعلامهم أيضا. صحيح. بس في حينها دكتور طبعا. هل إلى أي مدى كان في مواضيع ممنوع الحكي فيها في أيام في فترة الإخوان المسلمين؟ أيوة. من ناحية الممارسة لم يكن هناك ممنوعات بالمعنى الحرفي الممنوعات، ولكني أظن أيضا الآن أن مسؤولية الممنوعات تقع على كاهل الإعلاميين أنفسهم. أنا لا أظن، وإن كنت لا أعرف، ولكني لا أظن أن هناك تعليمات بمعنى تعليمات تأتي رئيس التحرير هذا أو ذاك تطلب منه أن لا يتحدث الموضوع الفلاني أو أن يفعل كذا.